شبعنا بقلب البيت وتتركنا مستحيل. خلاص نشوف الكون في مغامرة جديدة، في كل رحلة نتعلم معلومة مفيدة. نطير إلى الفضاء فوق الأرض وتحت الماء، هيا بنا يا أصدقاء فلنركب ونسافر في باص المدرسة السحرية. في باص المدرسة السحرية، في باص المدرسة السحرية، في باص المدرسة السحرية. بالباص نجوب الكون في مغامرة جديدة، في كل رحلة نتعلم معلومة مفيدة. في باص المدرسة السحرية، في باص المدرسة السحرية، في باص المدرسة السحرية. تقول السورة لنكن هناك الليلة. وأنا أقول لتكن لأني سفات هناك. أين هي على كل حال؟ أجل، سيحضر أهلنا في أي لحظة. نرجو أن يعجبهم عرض عن كائنات الليل، فالحيوانات التي تنشط ليلا هي موضوعي المفضل. لا أعرف أهدافكم يا أصحاب، لكن تشاور الأهل مع المدرسة يثير أعصابي. أريد أن أمتص دمك. لا ترتجف يا فريد، إنه أنا الكائن الطبيعي لحياة الليل. انسى الموضوع، إنها مجرد مصاصة دماء وهي موجودة في مخيلاتك. إنه تفكيرك فقط، الخفافيش مصاصة دماء متنكرة. هيا يا أصحاب، المعلمة تريد أن تهيئنا للوضع. مصاص الدماء يحوم حول الغرف، وهو نصف إنسان ونصف خفاش، ويقول: انتبهوا يا أطفال الأحباء، أخيرا جاءت اللحظة التي انتظرتها طويلا. المكان مظلم هنا، لما لم أحضر معي كشاف النور؟ ماذا دهك يا خبير المصاصين؟ أتخاف الظلام؟ لا، أنا لست خائفا، لا أستطيع الرؤية فقط. قد لا تستطيع أن ترائف، لكن هذا يستطيع. خفاش، مخلوق الليل الحقيقي. واو، إنه مروع حقا. لست أدري، أظنه لطيفا نوعا ما. مروع أم لطيف، واحد من كائنات الليل التي لا نعرف عنها إلا القليل. ربما لهذا السبب نخاف منها، لأننا لا نعرف عنها الكثير. لا تؤذيها، لا تجعليها تحط علي، أنا لا أريد التحول إلى مصاص دماء. على رسلك رائف، إنها حياة حقيقية تماما وليست مجرد قصة مؤلفة، فهذا الخفاش أمامه فرصة ليكون مصاصا. مساء الخير يا صاف، أرى أنكم وجدتم حيوان الليلي المفضل، صاحب الجناح الداكن والذكاء المتقد والمتفوق. إنه مجرد نوع من مصاصي الدماء، إنجاز القول. إهدى، أظنك قرأت الكثير من الكتب الهزلية. هيا اقترب رائف، دعك الخوف، دعني أريك أسرار الكائنات الليلية. عندما تكون مخلوقا ليليا فإنك ترتدي زيا في لون الليل كي لا يتمكن أعداؤك من رؤيتك، ثم تبقى متخفيا إلى حين غروب الشمس. وكلما ازداد ظلام الليل طرت بأمان، ولأنك كائن ليلي غذاؤك يكون في الليل. رائع. هل هناك خطأ؟ خطأ؟ لا لا شيء، لا لا. لقد وصلت أسركم. هذه جدتي أنسة فاتن. سررت بلقائك، سورة حدثتني عنك كثيرا إلى حد أشعر أني سألتهمك. سمعتم؟ المعلمة فاتن تريد التهام الجدة. رائف عزيزي، ألا نحيي الأنسة فاتن؟ في الحقيقة أمي أنا إنها نوعا ما تنشط ليلا. رائف، لا تتكلم بهذه الطريقة. أنت تظنين أنني أتخيل الأمر، انتظري. أهلا عزيزتي، سعيدة برؤيتك. وأنا أيضا أنسة فاتن، فلطالما أعجب رائف برحلاتك الميدانية. حسنا، سأكون سعيدة جدا أن أخذه تحت جناحي. المعذرة،
عليكم أن تصدقوني، لابد أن المعلمة مصاصة دماء. لا يمكن أن تكون مصاصة دماء لأنها معلمتنا. ربما خلال النهار، لكن ما حالها في الليل؟ ها، ألم تقل بنفسها كلما زاد الليل ظلمة أأمن للطيران؟ كانت تتحدث عن الخفافيش التي تنام مع حلول الظلام ولا يمكن لأعدائها أن تراها. ذلك الكلام مكتوب كاملا في كتابي. مصاصو الدماء يعشقون الليل، وخلال الليل يقومون بضرباتهم، وذلك ما دعا المعلم فاتن لأن تدعو أهالينا في الليل. توقف رائف، لقد دعت أهالينا للحضور ليلا بسبب انشغالهم في النهار. هذا كل ما في الأمر. أرجو الانتباه قبل أن نزور معا غرفة الصف. فكرت في أن أعطي الأهالي فرصة مسائية لنتعارف ونتجاذب. هيا تفضلوا، لن أعطكم. هل صدقتم؟ هل هذه رحلة ميدانية أنستي؟ حتما كذلك سيد زايد، فريد هائم بها. في مدرسة الليالي القديمة لم نذهب في رحلة، هذا مسلٍ. وماذا عن الأطفال؟ ألن يذهبوا معنا؟ لا تقلقي بخصوص الأطفال عزيزتي، سيكونون محل العناية. أجل، ستعتني بنا. ترى أين ستأخذهم الآنسة؟ لست أدري، لكن علينا اكتشاف ذلك. اتبعوا الباص. شطحت بأفكارك، فلا سبب لدينا للتجسس عليهم. امكثي هنا إن شئتي، لكن كيف ستشعرين إن بدأت جدتك النوم داخل صندوق في الطابق السفلي؟ هذا هو السقف بعينه. لكن لا بأس لو تأكدنا. هيا لي. قد وصلنا. أهلا وسهلا بالجميع. نسميها طيور الليل. ترى لماذا الأنسة تدعو أهالينا إلى مكان كله خفافيش وبعوض أيضا؟ كما قلت، لأنها مصاصة دماء، لهذا السبب. فأي برهان تريدون أكثر؟ الأنسة فاتن ليست مصاصة دماء، لأنه لا وجود لمصاصي الدماء. أنا متأكدة من وجود تفسير منطقي لما يجري، سوف أكتشف ذلك بنفسي. حسن، هيا رائف، افتح الباب. كانت فكرتك أنت. تنحيا جانبا أيها المنتحبان، سأفتحه بنفسي. والآن ماذا؟ الآن سنعود للمدرسة. لا نستطيع فريد، علينا أن ننقذ أهالينا. هيا بنا، هناك نافذة. اعترف، فمصاص الدماء مجموعة تفاهات اخترعتها مخيلتك. حقا؟ إذا فاشرحي لماذا المعلمة فاتن تجعل أهالينا يشربون الدماء. بما أننا مخلوقات ليلية سنطير مدة طويلة معا. لحظة، إنها لا تشرب الدماء، إنه عصير الطماطم، تقدمه في رحلة التنزه. حقا؟ الطريقة الوحيدة لإيقاف معلمة مصاصة للدماء أن أغرز الكتاب داخل قلبها. ابتعدي يا مصاصة الدماء. مصاص الدماء؟ لا، البعوض. هذه سوف تلتهمنا أحياء. انتظروا لحظة، الخفافيش لا تريد التهامنا، بل تريد أكل البعوض. انظروا، وهذا يثبت ما قلته لك. صحيح، وأعد إلي كتابي. المكان موحش، مناسب لمصاصي دماء. كم هذا مظلم. مظلم كفاية للنوم في الليل والنهار. ما هذه الرائحة؟ رائحة الخفافيش، تعود عليها. ولنكن أكثر دقة، فضل الخفافيش تصبح سمادا ممتازا للأرض. المكان هواؤه ملوث، وهو متنفس لملايين الخفافيش. أنت تعرفين ماذا يقولون، التنفس أفضل من انقطاعه. أرجوك
هذا مذهل وممتع، أطفال بلون وردي. أجل، إنهم أطفال الليل. أليست صغار الخفافيش هذه لطيفة؟ أرأيت رائف؟ إنها ثدية ليست مصاصة الدماء، وصغارها ترضع الحليب للدماء. أستطيع... المعلمة قادمة. أستطيع رؤيتها؟ لا تستطيعين. بل يمكنني. لا تستطيعين. أتعرفين؟ لم أكن أعلم أن الخفافيش تعتني بالصغار. إنها تفعل هذا حقا عزيزتي، تستطيع أن تميز أصوات وليدها. مثلي تماما. أستطيع تمييز صوت سرى في أي مكان. يمكنني. لا تستطيعين. سرى؟ لا شيء، فقط بعض عصائر الطعام الشهي للخفافيش. طعام الصغار، إنها تقصدنا نحن، ستطعمنا للخفافيش. هيا بنا. قالت عصائر الطعام، لم تقل طعام الصغار. رائف، ماذا ستفعل؟ سنخرج من هذا المكان قبل أن تحولنا جميعا لمصاصي دماء. ترى لما هذا؟ أحسنت فعلا، لقد حولته خفاشا وحولت تحركنا إلى رحلة. أين سنذهب؟ لا أعرف، الظلام يمنعني من إخبارك. هل أنا أتخيل أم أصبح الأمر كله عجيبا؟ حسنا، وماذا تتوقع؟ فيباص الآن خفاش، أتذكر؟ ماذا لو ارتطمنا بشيء ما؟ كان ذلك قريبا. احذروا، انتبهوا. خفافيش، خفافيش في كل مكان. ثم إنها تفتعل ضجة ضخمة، لم أكن أسمعها قبل تحول الباص إلى خفاش. رهيب، كيف سيتوقف الباص عن الجري بين الطيور؟ لابد أنه يجري لأنه الآن خفاش. الباص الخفاش يعرف كيف يحوم في الظلام مثلها تماما. لكن كيف؟ علينا أن نفعل شيئا إزاء الصوت الأزيز. لست أدري كيف حالكم، لكن ذلك الأزيز يكاد يصم أذناي. أستطيع أن أشرح لكم، في كل مرة يفتح الخفاش فمه أسمع ذلك الأزيز. أجل، وبعدها تتحرك آذانها، أظن أنها تتنصت على صدى الأزيز في كل مرة. آمل أن يكون الباص يسمعنا الآن وإلا سنصطدم بها. فهمت الأمر، عند ارتداد صدى الأزيز فالباص يتصرف بحريته لذا ننزلق بداخله. هذا تماما ما تفعله الخفافيش عندما تصنع ذلك الصوت العجيب. تستخدم الصدى لتحديد موقع الشيء. الصدى لتحديد الموقع، تحدد الموقع بالصدى، فلا حاجة للخفاش إذن أن يرى بعيني، إذ يمكنه أن يرى بأذني. غريب لكن رائع، تستخدم الخفافيش الصوت كي تحوم. هناك فراش وعثر نافق. لا تقولوا إن الباص جائع. على الأقل نعرف الآن كيف يلتقط الخفاش طعامه. ولا مقرف. الليل هو أنسب أوقاتها لتأكل لأنها خبيرة باصطياد طعامها ليلا، وليس لأنها تريد إخافة الناس. ليس لدينا وقت لوجبة منتصف الليل، علينا أن نعود إلى القلعة. اعترف رائف، الخفافيش رائعة، لو كنت كائنا ليليا لاخترت أن تكون مثلها. لن أفعل أو سأفعل. يمكن للخفاش أن يطير في الظلام عائدا للقلعة ويجد طريقة فيها كي ينقذ والديه من مصاص الدماء. رائف، ماذا تفعل؟ أصلح هذا شيء لأعيده للقلعة. أحسنت سنان، تعرف كيف تطير بالباص ها؟ هذا لم يخطر ببالي أبدا. أحب أن أكون خفاشا، أستطيع أن أكون كذلك في 3 ثواني. راقبني تميم، يمكنني التحول بسرعة. ليس سيئا أن تكون خفاشا، تصطاد شربة ماء حين تطير، وتطير لأجل الماء. ليس سيئا.
أو تنزئ حشرة عن جناحك بجناحك. أتمنى لو أستطيع أن أطفئ القمر، فضوء يخدر أوصالي. أجل، وأنا أيضا. ترى لماذا؟ تحذير من بوما. تحذير بوما؟ لهذا ابتعدنا عن الضوء، لأن العدو سيرانا من خلاله. كلما ازداد الظلام ازداد أمان الطيران، تماما كما تقول الأنسة فاتن. مؤكد تعرف هذا، لأنها ملكة الليل المتوجة، ففي هذه اللحظة يكون أهالينا قد أصبحوا. ماذا إن كان رائف محقا؟ ماذا لو أن الأنسة فاتن مصاصة الدماء؟ مستحيل، رائف غير محق أبدا. انتباه يا أهالي أطفال أحبائنا الأعزاء، إنها المعلمة. وأخيرا حلت اللحظة التي انتظرتها طويلا. ذلك بالضبط ما يفعله مصاص الدماء حسب قول كتابي. إلى القلعة. انتظروني، لا أريد تصديق ذلك، لكني بدأت أتأثر. جهزوا أنفسكم لأن وقتكم قد حان. أمر على وشك أن يحدث. ومن منكم يحب أن يكون ضحيتي الأولى؟ أخبرتكم بأنها مصاصة دماء. خذيني آنسة فاتن، خذيني أنا. جدتي، لا تقتربي منها، لا تعدي جدتي. كلما ازداد ظلام الليل ازداد اعتقادي في صدق رائف الآنسة مصاصة دماء. أجل، لا أريد أن يكون لوالدي جناح مصفق. إذن ماذا ننتظر الآن؟ لنذهب. الظلام دابس وشديد في الأسفل. أجل، ولن نجد الآن سفات. نحن خفافيش يا أصحاب، أتذكرون؟ كي نجد الموقع استخدموا صدى الموقع. اتبعوني. مزيد من الخفافيش، لابد أن هناك الملايين الملايين منها. أجل، وأهلنا تحولوا إلى خفافيش. من هنا. أكنت خفاشا أم لا؟ بطبيعتي لا أحب الظلمة. انتظروني يا أصحاب. ماذا حدث؟ هل نسيت؟ إن لم تستطع الخفافيش أن تسمع فلن تعرف الطريق. هيا اصبتي جدتي. سمعت صوت سرى، لنذهب. هيا هناك، انهم في الغرفة التالية. هيا. اذا ما رأيكم في رحلتنا الميدانية؟ لا اصدق اني سمحت لك بفعل هذا معي. سيستمر الالم في عنقي لأسبوع. تلك هي امي، دعونا نذهب. ربما كان علينا البقاء في منزلنا. ابي، نطقت بما كنت سأقول. ماذا عن الاطفال انيستي؟ هل سيلاقون نفس مصيرنا؟ بالطبع انهم لي ايضا. احبك ابي، وسابقى احبك للابد. لن نترك المعلمة تفلت بفلتها. ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ لن نسمح لها بفعل ذلك ثانية. كفانا فورة دماء رؤوسنا، ولينزل الجميع، حان وقت العودة للمدرسة لمناقشة المشروع. باستطاعتي التعلق هنا لساعة أخرى. أرجوك. كان أمرا لا يصدق، أحسست فعلا أنني خفاش. وأنا أيضا كنت أخاف من الخفافيش، لكن ليس بعد الآن. وكما أقول دائما، كي تحب خفاشا عليك أن تكون خفاشا. لا عجب أن تحب ليال الرحلات الميدانية، سعيد أننا نقلناها إلى هنا. كما تقول سرى، إنها ببساطة ساحرة. لم تجربها كما جربناها. المزيد من الخفافيش، لابد أنها عائدة من مدرستها الليلية. هل أتخيل أم أن تلك الخفافيش تشبه أطفالنا؟ يا لحسن ما فعلوه، يا له من غمز ولمز. كيف اعتقدت أن الآنسة فاتن مصاصة دماء؟ لا أصدق أننا أنصتنا إليك. لقد بدت لي مصاصة دماء،
تحركت كمصاصة دماء، تكلمت كمصاصة دماء، بكل حركاتها اللائقة تصرفت كمصاصة دماء. إيه؟ ذلك لم يجدي رائف، كانت تخيلاتك فقط. أنا آسف، لقد كنت مخطئا في حق المعلمة فعلا. إنها حقا معلمة طيبة والتي تعتمد الكتمان دائما في عملها. وكنت مخطئا في حق الخفافيش، اعترف. حسنا، إنها ليست مصاصة دماء بل كائنات ليلية تستخدم صدى الموقع للطيران ليلا. ولماذا تراها تخرج في الليل؟ تخرج كي تتغذى. حسنا، وبماذا تراها تتغذى؟ هيا قلها. حسنا، إنها تتغذى على الحشرات وليس على دماء البشر. أنتم سعداء؟ قد تكون سرى سعيدة، لكن الخفاش يعلم أننا ما نزال خفافيش. الأنياب ستذكر بنا كرهم. ليال. آليل، هيا لنعود. مفاجأة، إنهم أطفالنا. سورة، ماذا تفعلين هنا؟ رائف، أعرف تلك النظرة المذنبة، ما الذي حدث؟ لا شيء أمي، حقا لا شيء. أنا متأكدة أن عينيك كانتا معلقتين حولنا. صحيح، معلمتي لا تعليق. عثرت علينا، نحن للتو نمسح عنا غبار الأشياء في القلعة. أنا المنتج، كيف أساعدك؟ رائع، لدي بعض الأسئلة حول عرضك عن الخفافيش، لقد تعلقت بعدة مواضيع. لست أدري ما الذي تقصده وما الذي يدور في ذهنك. قبل كل شيء، إن لم يكن مصاص الدماء حقيقة، كيف حدث وأن الجميع يتحدث عنها ويؤلفون الكتب والأفلام وفي عروض التلفاز أيضا؟ لأن فكرة مصاص الدماء مروعة، الناس بطبعهم يحبون الرهبة ويصدقون الخرافات. حسناً، كيف حدث ولم يظهر إلا نوع واحد من الخفافيش في عرضكم، بينما هناك تقريباً 1000 نوع منها، صح؟ محق، وأكثر من أي نوع من الحيوانات الأخرى التي تعيش في مختلف أرجاء العالم. ورغم أن أكثرها يقطع على الحشرات، فبعضها يأكل غبار الطلع، الرحيق الحلو، الفاكهة، الضفادع، السمك والخفافيش الأخرى، حتى الزحالي. هل تعرفين هذا؟ حسناً، ذلك النوع من الخفافيش منع من قائمتنا. لدينا جهاز أمن حازم. حسناً، صوت الخفاش الوحيد الذي يمكننا سماعه هو الصرير الذي تصنعه الخفافيش عند اتصالها، ونحن فعلاً لا نسمع أصوات الخفافيش، إنها خفيفة جداً ولا نسمعها، صح؟ هي، أعطيني فرصة. تعلم أننا لم نستخدم خدع السينما لأنه من الصعب فهم أسلوب حياتها. سأغض نظر عن هذا، لكن أود الإشارة إلى أمر آخر، أن هناك فعلاً 3 أنواع من الخفافيش تتغذى فعلاً على الدماء. أجل، وتسمى مصاصة الدماء لأن الذين لقبوها بذلك سمعوا حكايات مصاصي الدماء وصدقوها. الخفاش مصاص الدماء لا يمتص الدماء أبدا، بل يصنع جرحا بسيطا على الحيوان ثم يلعق الدماء النازفة منه. صحيح، لكن الخفافيش لا تؤذي الناس حقا. كيف حدث أنك تعرف هذا؟ ماذا تظن؟ أنتم فقط من يعرف أي شيء حول مخلوقات الليل. أنا فقط أمسح، هل أخفتم؟ من؟ أنا؟ لا، فمنتجو التلفاز لا تغيب عنهم هذه التصرفات. شكرا على اتصالك.